ماشي، معانا علامات اهي، مش مشكلة هنلاقيها. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. يعني تقريبا قصتي دي قريبة من قصص خرافية بتتقال زمان. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت؟ طب انا دلوقتي على السفينة امشي ازاي؟ امشي ازاي واجي منين واعمل ايه؟ مش عارف. نرجع سنة مفروض كده. استغفر الله العظيم يا رب. لما انا اهو اهي الاكس اهي، والله والله الاكس اهي. لا كده ما بقتش اكس اهي، كده اكس. انا مش عارف اعمل ايه تاني، مش عارف والله اهي، والله اهي. بس العلامة اصغر الصراحة، دي الحياة تتقال. العلامة بتاعتي أكبر، فأكيد لازم أبقى أصورها من مكان تاني. بتقولي فوكس فوكس. يا نهار أبيض، أنا كنت لازم أعمل فوكس من هنا عشان أعمل الجسر. طب يعني أعرفها منين دي بقى؟ يعني أعرف السر ده إزاي؟ يا سبحان الله، عليهم أسرار غريبة. طب أي هنتاية حتى؟ مفيش. هاي ادي الاس كده، نايس. علامتين الاكس والثانية دي. في حد هنا مستخبي يا جماعة ولا حاجة؟ ايه ده؟ هي معمولة ليه دي؟ طيب يمكن لازم ممكن الف من ورا. الوش ده وش امها تقريبا. Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. يعني كان في مشكلة ما بين أبوك وأمك؟ ماشي، بنبدأ نفهم شوية في القصة. تقريبا اللي خلاك كده في الجحيم مش مثلا جوزك مثلا ولا حاجة، ده حبيبك ده. لا اكيد حاجة ابعد من كده. ولا دروس، ما كلكم شكلكم عيلة ما يعلم بيها الا ربنا. كل واحد ليه قصة. اعمل حاجة انت شايفها لعبة عمال تروح وتيجي بيها. اثبت في مكانك بعد كده. ايه القعدة اللي انت عايزها دي؟ بتشيش. لازم تبقى الاكس نفس الطول. لازم اقرب كده. ناقص علامة واحدة وانا مش عارف لغاية دلوقتي هي فين، بس تقريبا هي فوق. ممكن تبقى فوق. في مكان فوق هنا. ادي العلامة الثانية الأخيرة اهي، دي اسهل واحدة ان شاء الله. كده تم فتح البوابة بنجاح وربنا يستر. اكيد مش هيبقى في واحد مستخبي لي ورا وقال لك الجولدن بريدج في جاينت واقف عليه وهيسالني وبتاع. مش عارف ده هتحصل بقى ولا لا، زي ما هو بيقول كده. هنشوف في حد هيطلع اكيد، اصل اي بريدج بيبقى عليه حد. فزوقين كالعاده، فزوقه من كل حته. أكيد كل واحد فيهم ده. ها؟ It's opening. أوبا. بابا فتحت قبل ما أروح. It's song again. Is it? Tell her. Yes. The source of the darkness. It's coming.
This is your moment. ايه هموت ولا ايه؟ اوبا هي دي العملاقة اللي كان بيقول عليها؟ مش عارف. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. يبقى ده رمز الدارك الظلام. Get up. Get up and fight. هوبا انهار اسوح وان هيت ده خد الضربه ريحت فيها. حرب مين بس حرب ازاي دي؟ You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. فشلت بعد كل ده؟ Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. بس اللعنة هتتشال ان شاء الله. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. الشادو بتاعها هو اللي بيكلمها. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Yeah, it's not so late. Broken and lost. Just like your sword. Oh, the سيفك كسر من الضربة. One hit. طب دي طريقة موت؟ مش تموت نفسها كده تدي غزة كده سريعة؟ يا نهار أبيض. ده الوحوش ما عوروكيش كده، انت اللي عورت نفسك بالطريقه دي. غباء متناهي مش لاقي له وصف.